أبرمت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية التصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل معدات محطة الاتصالات بالطيران الجديدة، والتي سيتم إنشاؤها بموقع المحطة الجديد بالقرب من مدرج مطار البحرين الدولي، وذلك بقيمة 891,000 دينار بحريني، حيث وقع العقد كل من سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان من الجانب البحريني، مع السيد أوسم الفرماوي من شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للطيران. وأكدت الوزارة أن عملية إنشاء المحطة وتشغيلها ستستغرق 9 أشهر فقط من تاريخ إبرام الاتفاقية. هذا وقد أشارت وزارة الإسكان إلى أن محطة الاتصالات الحالية الواقعة على امتداد شارع الحوض الجاف قد تم إنشاؤها في أواخر السبعينات من القرن الماضي، وأصبحت الآن تتداخل مع مداخل مدينة شرق الحد الإسكانية. وأكدت الوزارة أن هذا المشروع سيأخذ بعين الاعتبار إقامة أبراج الاتصالات المستقبلية بتصاميم أفضل لتندمج مع البيئة المحيطة.